يقول أحسن الله إليكم: من ينشر علما لا يستطيع العمل به لمرض أو ضعف أو عجز، فهل يعتبر من الدلالة على الخير فله مثل أجر من يعمل به، أم يكون كالحمار يوم القيامة يأمر بالمعروف من الصالحات ولا يعملها؟ فكيف نفرق بين الأمرين؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، ينحل عندك ذلك الإشكال إذا عرفت أن العلم ليس كله من العلم الواجب تعلما أو عملا، وإنما العلم ينقسم إلى واجب وإلى غير واجب. فهناك من العلم ما يتعلق به صحة شيء من العقائد أو الشرائع، فهذا هو الذي يجب تعلمه ويجب العمل به سواء أعلمته أو لم تعلمه. ولذلك احفظ هذه القاعدة وفقك الله: كل علم يتتوقف عليه صحة العقيدة أو صحة الشريعة فإنه من العلم الواجب. فإذا علمت غيرك كيفية الصلاة ثم لم تصلي أنت فإنك آثم، لا لأنك علمت وإنما لأنك أهملت العمل الواجب. لكن لو علمت غيرك كيفية الوتر ثم لم توتر أنت فلا بأس عليك، لأن الوتر أصلا ليس واجبا تطبيقه، فلك أجر التعليم ولك أجر من طبق ما علمته إلى أن تقوم الساعة، لكن لا إثم عليك أنت إذا لم توتر. لماذا؟ لأن الوتر ليس بواجب أصلا. فإذا علم الإنسان غيره علما واجبا ثم هو لم يعمل به فهو مذموم، لا لأنه علم وإنما لأنه لم يعمل. ولذلك قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فهو لم ينكر عليهم أنهم أمروا الناس بالبر، وإنما أنكر عليهم أنهم إيش؟ نسوا أنفسهم. وكذلك الحديث البراء: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فليس عذابه لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وإنما عذابه أنه ترك العمل بالمعروف الواجب وتقحم في المنكر المحرم. أفهمت هذا؟ لو أنك علمت غيرك مثلا سنة قيام الليل وذكرت لهم الأحاديث وأنت لم تقم في حياتك الليل ولا مرة واحدة، فهل تكون كالحمار يحمل أسفارا؟ الجواب لا، لأنك لم تترك علما يجب العمل به، ولك أجر من علمته، وإذا قام الليل هو فلك أجر قيام الليل، لأن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فلا بد أن تفرق بين نوع العلم الذي تعلمه غيرك، فإن علمته علما يجب العمل به وأهملت أنت العمل فأنت مذموم، لا لأنك علمت وإنما لأنك أهملت العمل بالعلم الواجب العمل به. وأما إذا علمت غيرك علما لا يجب العمل به، أي علما يتضمن أمرا مندوبا مستحبا يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه، فهذا وإن لم تعمل به عمرك كله فإن لك أجر التعليم وليس عليك إثم الترك لأنك لم تترك شيئا واجبا، ولعلك فرقت. فإذا قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لا يدخل فيه كل علم، وإنما يدخل فيه العلم الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه، إذ تركه هو الذي يوجب الذم، وأما ترك المندوبات فإنه لا يوجب للإنسان الذم. وكذلك قوله: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، ليس كل معروف، وإنما يخص ذلك المعروف الذي يجب على الإنسان العمل به، ولعلك فرقت بين هذا وهذا. ولذلك كل دليل يذم تارك العمل فإنما يدخل فيه ترك العمل الواجب، وأما المندوب فإنه لا يذم تاركه، إذ أن تركه لا يتعلق به عقاب. والله أعلم.